لأجل بحث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع أن نقضي على دعوته. فقالوا من يستطيع أن يحاربه، من يستطيع أن يقف أمامه؟ قالوا لن يستطيع ذلك إلا عمر بن الخطاب. أقبل إلى عمر، قال يا عمر هذا الرجل فرق جماعتنا وشتت شملنا وفعل وفعل، اذهب حاول أنك ترد عن الدين الذي هو عليه. مضى عمر بن الخطاب يمشي، في أثناء الطريق لقي سعد بن أبي وقاص في رواية، وفي رواية أخرى أنه لقي رجلا آخر. طبعا عمر بن الخطاب كان هناك بعض الإرهاصات أصلا قبل لا يقع هذا الموقف، يعني مرة من المرات كان عمر رضي الله عنه قبل إسلامه في المسجد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة. فلما سمع عمر هذا القرآن قال في نفسه هذا شعر، هذا يأتي بشعر ويلعب بعقولنا به. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنه. فقال في نفسه نعم إذن هذا قول كاهن، هذا ساحر ويتكهن علينا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فوقع أول مرة وقع الإشعاع في قلب عمر لأجل أن يدخل في الإسلام. في الموقف الآخر جلس عمر مع مجموعة من الكفار ثم شجعوا قالوا يا عمر أنت يعني رجل سيد ولك مكانتك وكذا، فذهب الآن لأجل أن تتفاهم مع محمد. يعني في أثناء الطريق لقي سعد بن أبي وقاص، وقيل إنه لقي نعيم بن عبد الله النحام. فلما رآه ذاهبا، سعد مسلم ونعيم أيضا مسلم، فلما رآه ذاهبا قال إلى أين يا عمر؟ قال هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وفعل، والله لا أقتلنه الآن ولا أفعل. وعمر فعلا كان رجل يعني كان رجلا مهيبا ومخيف، وإذا قال أسمع ما في كلام، يعني لا يمكن يتفاهم معه بالهداوة واللطف. فقال له سعد أو قال نعيم على الروايتين، قال أنت الآن تريد أن تقتل محمدا، في واحد أقرب من محمد إليك ودخل في الإسلام. قال من؟ قال سعيد بن زيد زوج أختك، وأختك أيضا دخلت في الإسلام. إذا أنت تريد أن تؤدب أحدا اذهب ابدأ بأختك وابدأ بزوجها. في تأكيد بس لكلامك إذا العبارة المنسوبة في هذه الرواية التي بدأت بعرضها عندما سأله السائل يعني أين تريد يا عمر، شاف أنه كما قلت يعني مندفع وكأنه يعني ينوي الشر. قال أريد هذا الصابع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. صحيح. يعني واضح أنه كان ناوي صحيح وكان ناوي يعني ينزل بأسا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة ترى عموما فيها روايات. وصل عمر إلى بيت أخته، أول ما اقترب من الباب يعني هذا الرجل أنت تقول لي إذن الرجل الذي التقاه في الطريق كان مسلم، قالوا إن كنت ولا يعني ولا بد فاعل ابدأ بأختك. طبعا قد يكون هذه خطة من الرجل الذي لقيه لأجل أن يذهب ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى يتخذ الصحابة يعني شيء من الإجراء الأمني لأجل اتقاء هذه المعركة التي ستكون مع عمر. عمر يعني ليس رجلا عاديا. وصل عمر أول ما وصل إلى بيت أخته فإذا به يسمع صوت القرآن، جعل الرجل يتأمل فإذا به فعلا قرآن كما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يسمع من بعض المستضعفين في مكة. غضب وأخذ يطرق الباب بقوة. من؟ قال عمر بن الخطاب. كان عندهم خباب رضي الله عنه. قد تعجب تقول طيب ما الذي جاء بخباب أصلا في بيتهما، هل كان معهما أحد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة قد قسم الصحابة إن صح التعبير إلى أسر، هم أصلا عددهم قليل. يعني عمر كان رقم 40 لما أسلموا، كان قبل فقط 13 امرأة أيضا و40 من الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمهم أربعة مع بعض أربعة مع بعض، لأن ما يستطيعون يجتمع العدد كله، يخافون من الكافرين. فكان خباب هو رئيس المجموعة يقرئهم قرآن يعلمهم الدين. خباب أول ما سمع الكلام يعني وجود سعيد بن زيد ووجود أخت عمر في البيت أمر طبيعي، لكن خباب ما الذي جاء بك في البيت؟ فأكيد بيبدأ به الضرب. قال خباب خلني أختبئ. قام مباشرة ودخل إلى أقرب شيء واختبأ. دخل عمر بن الخطاب، أقبل سعيد بن زيد يريد يتفاهم معه اللي هو صاحب البيت. بدأ عمر يضرب مباشرة في سعيد بن زيد حتى كادت أن تقع بينهم المقتلة، يعني بدأ هذا يضرب وهذا يدافع. أقبلت أخته تريد أن تدفعه عن زوجها، أقبل إليه يضربها، وقيل إنه صك وجهها فأدمى. أخذت تبكي وتقول تفعل بأختك كذا؟ قال نعم أنتم دخلتم في الإسلام. قالت نعم دخلت في الإسلام واخترت هذا الدين، افعل ما تريد أنك تفعل، أنا تراي مسلمة وهذا زوجي أيضا مسلم. عمر لما رأى هذه المواجهة، أنت تحكي القصة بهذا الأسلوب المبسط، مرة أورد اللغة الرواية الفصحى. أنا ترى أستطيع أني أنا أعرف ذلك ولكن المزوجة بينهما جميلة، فأنت عرضها على أسلوبك وأنا مرة أتمم بالصيغة. قالت له وهي غضبة يا عدو الله أتضربني على أن أوحد الله؟
قال نعم، قالت ما كنت فاعلا فافعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك. جميل. بس دكتور إذا أنت كل شيء توقفني أنا معي لنفس النسخة اللي ما أقدر أقرأ يعني. أنا عارف. إيه نعم، لكن أنا أتعمد أن أسوقها بأسلوب يعني مقرب إلى الناس حتى الناس يستوعبون. أكمل بأسلوبك ولا تهتم. إذا لا توقفني. لا أنا لا أوقفك مرة أضيف هذا، أنت مثلش كمل. جميل. كله خير إن شاء الله. جميل. كله خير. الشاهد فلما بدأ عمر يعني بينه وبين أخته شيء من العراك ولو على الأقل الكلامي بعد ما ضرب وجهها، أخذت المرأة تبكي بين يديه، فالرجل يبقى أنه رجل وهذه أخته يعني، فكأن سكن الغضب الذي عنده. قال أريني الصحيفة، قالت ما أريك الصحيفة، أريني الصحيفة ما أريك إياها، أنت رجل كافر، أنت ما تغتسل من الجنابة. وقع بينهما شيء من الخصام، فقيل إنه اغتسل ثم جاء إليها. لما أرته الصحيفة جعل رضي الله تعالى عنه يقرأ فيها، فإذا في هذه الصحيفة سورة طه، وقيل كان فيها أول سورة الحديد، وجعل يقرأ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. جعل عمر يعني أخذه بيان القرآن وجعل ينتفض، ثم قرأ سورة إذا الشمس كورت، ثم قرأ أوائل سورة الحديد وفيها تعظيم الله جل وعلا. فلما عمل القرآن فيه ما عمل، وهو إنما خلق أصلا لعبادة الله تعالى، فأثر فيه القرآن. فلما جعل يتأثر جعل ينظر في المصحف ويقول ينبغي لقائل هذا الكلام ألا يعبد غيره، يقول مدام اللي قال هالكلام حقيقة هو الرب جل جلاله، إحنا اللات والعزة ما تقول مثله، ينبغي ألا يعبد غيره. ثم قال دلوني على محمد، قالت يعني تدخل في الإسلام، قال دلوني على محمد، هذا الكلام حق. شعرت أخته أنه عنده نوع من الإقبال. عندها خرج خباب كان مختبئا، خرج قال يا عمر أبشر، فإني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بأن ينصر الإسلام بأحد العمرين، وإني لأرجو أن تكون أنت يا عمر الرجل الذي يقع عليه هذا الدعاء. من العمران إذن؟ عمر الخطاب، عمر الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل المشهور هذا أبو جهل. نعم. فخرج عمر حتى أقبل إلى أسفل الصفا في دار أبي الأرقم، حرك الباب بقوة كما يعني عهدوا، فخرج الصحابة ونظروا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب، خافوا أنه يعمل لهم يعني مشكلة. فدخل بعض الصحابة اختبأ، وخرج إليه حمزة، وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل عمر ظنوا بأن عمر سيعمل مشكلة، لأن ما تعودوا أنه يأتي ويدخل في الإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه، قال يا ابن الخطاب أنت لن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة، يعني أنت متى بتعقل، متى بترجع إلى صوابك، حتى ينزل الله بك قارعة. فقال يعني خفف عني، إنما جئت أريد الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.